خلوهم يمرون بسلام وهم وهم خاطفين خاطفين يعني يعني ولدي ولدي بحالة. لا لا، فوجئنا يوم الأربعاء الماضي يوم المولد النبوي. عادة الولد سهيل يعود الساعة 7 إذا تأخر بالكثير، يعني في أي مكان ممكن ذاكر من زملاء أو يمن. فهو يدرس دورة إنجليزي قبل، على أساس بشهر 2 كنا ناويين نسافر الصين للدراسة في مركز اللغات بجامعة صنعاء. قلنا يمكن يذاكر، تأخر شوية. انتظرنا انتظرنا وبدأ القلق سورنا، حتى أنه كانت أم سهيل قلقة جدا. حاولنا نذهب، تواصلنا مع كافة الزملاء هنا وهنا والأهل والأقارب، ولكن للأسف الشديد لم يكن هي آخر ما كان اللي التقوا فيه به الساعة 3 أمام البقالة تحت البيت. يعني رحت بلغت الجهات الرسمية في حينها، لكن قالوا ما في إلا الصباح تعود. وفعلا عدنا اليوم الثاني الخميس الصباح إلى قسم مذبح، وأبلغت الجهات الرسمية، أخذوا أقوالي وقالوا اتجه إلى البحث الجنائي، وأخذوا أقوالي وأعطيتهم صور منه. ورغم أنه كان عندي إحساس من بعملية مدبرة من شياطين الله الحوثة، لكن لم أتوقع أن تصل بهم الدناءة، ورغم أنه متوقع قادم من الكهف من العصور الوسطى يستخدم الأساليب هذه مع طفل. يعني رغم أن أنا أكثر من مرة أتلقي تهديد، ما كنتش أتصور تهديد في حياتي كنت، لكن في حياة أطفالي لم أتقبلها. يعني أو لم صدمت فعلا. رغم هذا واصلنا، لا أكملنا الإجراءات القانونية، أتواصلت مع الدكتور عادل العماد قريب وزير داخلية الميليشيا، وأخبرته وقلت له أن هناك معلومات عندي أن ابني مختطف لدى الجماعة. ورغم أنه رفض، أتواصل معي الأخ محمد الماوري السكرتير الصحفي لوزير الداخلية، يؤكد أنه ليس لديهم. قلت له أن ابني متأكد، أنا كما متأكد أنه ابني، أنه لدى هذه الجماعة الخارجة عن القانون. لكن رغم هذا لم نحصل أي استجابة، يعني سوى من الدكتور عادل اللي كان متعاطف معنا، لكن كجهات رسمية لم يكن حينها، لأنه مسيطرين هم يعني سلطة الأمر الواقع في الوطن المغصوب. لكن حتى ذهبت إلى سجون الميليشيات الجهات الرسمية اللي مسيطرين عليها، والله إني اضطريت إلى أدفع فلوس ليدخل أتأكد من وجود هذا. كان يوم الخميس في المساء قبل أن يتصلوا بي من المستشفى وأذهب. سبحان الله، يعني الحمد لله نجأت على هكذا. اتصلوا في المستشفى تقريبا الساعة 8 مدير القسم المذبح نشوان أبو راس عندما الولد سهيل، قال لهم اتصلوا بوالدي وقال لي أنت بلغت عن ابنك؟ قلنا لهم نعم بلغت عن ابني أنه طبيعي. قال موجود هنا. ذهبت إلى هناك كنت منهار تماما، أشاهد ابني الحروق في جسمه، الطلقة، يعني طفل بريء. حتى أنني عرضت على في إحدى المرات الدخول معنا في الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له، ورفض، قال فتركته. يعني ما لهش في أي علاقة لا في السياسة ولا في الرجل، بعد حاله الطفل، دراسته أهم شيء في هذه حياته. يعني كنت رايح عند أصحابي، وقفت سيارة هنا عند كلية الطب، وقفت قالوا لي فين بيت محمد صادق؟ قلت لهم ما فيش بيت محمد صادق بالحارة دي. مشيت ما دريت نفسي إلا وقدنا مكتف، كتفونا ثلاثة. بعدين ربطونا، دخلونا فوق السيارة وربطونا، ما دريت في نفسي بعدين إلا بغرفة قدرة ما فيش إلا ضوء أصفر. بعدين خلونا 3 ساعات كذا مشيو، بعد 3 ساعات أجاو واحد أجا فعل لي محاضرة من حق العدوان مع عدوان هذي. بعدين أجا واحد سألنا قال لي أنت من فين؟ قلت له ممتاز. قال لي داعشي؟ قلت له أنا بعد حالي، بعد نفسي، بعد دراستي، بعد حالي. قال لي لا أنت داعشي، اعترف انك من حق صنعاء من المقاومة اللي في صنعاء. قلت لهم على ايش اعترف؟ اعترف ما في شيء اعترف به.
مشوا ورجعوا بعدين بدوا يحرقونه هنا في السيجارة. بعد ما حرقونا مشيوا حق 5 دقائق كده ورجعوا. النوم بعدين شفطوا دم ما عاد يجوا شيء، نوم شفطوا النوم دخلوا. بعدين فلتوا لي لا نهاية الليل أجاو قابوا لي فاصوليا وروتي، فتحوا لي قالوا لي كل. بعدين رجعوا ربطونا للصباح، جيت فتحوا لي قابوا لي فاصوليا وروتي. بعدين فلتونا قالونا ربطونا ورجعوا ل قريب كذا المغرب، أجاو قالوا لي مكانك مش تعترف. قلت لهم علاش اعترف؟ قالوا انك من حق صنعاء وانك تبع الدواعش وانك هذا. قلت لهم ما لست اعرف لهم انه ما لش يعني تبع احد. بعدين بدوا يحرقونا هنا في الصدر في السيجارة. بعدين قالوا لي ما ينفعش معك ولا حاجة، كانك يعني مش اعترف. بعدين مشوا ورجعوا فتحوا لي من فوق الكرسي وشلونا فوق السيارة. جلسنا كثير نمشي، جلسنا حوالي ساعة ونص هم مسرعين. لا شارع 30 قدروا بي، أجيت بشاقهم طلقوا علي الرصاصة هنا. أنا ما أجدي أني قاعد فوقي، أجيت جالس عليها اقتلبت. بعدين شفتوا شال هنا مدري علي دين وين اجا انه كان مربط، انه ربطت رجلي وقمت اوقف تكس المستشفى. على العموم انا حصلت تهديدات سابقه من اكثر من الحوثة، يعني من اكثر مصدر منهم، اكثر من قياداتهم، حتى انه احداهم قال لي انت المفروض اعدام تستحق ولا يعني. وتم احالتي ضمن الجماعه مؤتمر الرياض رغم اني لم احضر بتهمة الخيانة العظمى. يعني كانت أكثر من عوامل متراكمة حتى وصلوا الأمر فيهم ودنا إلى هذا. الحين أنا أحمل هذه الميليشيا حياتي وحياة أسرتي لأنهم في خطر. حتى أولادي الآن المدرسة، عندي 2 بنات وابن آخر، أوصلهم أنا بالذهاب والإياب. يعني بدل ما كنا نبحث عن لقمة عيشهم، الحين نبقى نؤمنهم حياتهم ونحملهم مسؤوليتنا ومسؤولية 25 مليون يمني. يعني ورغم هذا نحن لن نستسلم، لأنه هذه قضية وطن. نحن نرفض الميليشيات، نحن نؤمن في ظل دولة نظام وقانون، دولة مدنية علمانية. هذا ما نطالبه، وما خرجنا في 2011 إلا من أجل هذا، وليس من أجل ثورة مضادة يقودهم عبيد عفاش، هؤلاء القادمين من العصور الوسطى. يعني عقول متحجرة، صعب انك تتفاهم معهم، او انهم يعني تصور 8 اشهر دحين او 9 اشهر كهرباء مش قادرين يوفروا. عن اي دولة يتحدثون؟ وعن اي فساد؟ الفساد متراكم ازيد من ما كان من قبل. يعني هم عبارة عن لصوص وقتل او نهابين. هذه كل ما يستطيعون ان يعملوا فقط. مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية. يعد هذا المركز طوق النجاة لمرضى السرطان في اليمن. كان يمثل شاهدا على التطور الطبي ما قبل دخول الميليشيا الانقلابية إلى تعز. طبعا المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة تعز، ومنذ إنشائها وهي تسعى لتحقيق المشروع الاستراتيجي اللي هو مستشفى نموذجي لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز. كون محافظة تعز أيضا تمثل 14% من نسبة الإصابة على مستوى الجمهورية اليمنية، محافظة تعز تتوسط 5 محافظات تمثل 45% من نسبة الإصابة على مستوى الجمهورية اليمنية. سعت المؤسسة منذ البداية في إنشاء مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية كمرحلة أولى، وكنا نسعى إلى تحقيق خطط استراتيجية ومشروع نموذجي لعلاج الأورام السرطانية. فجأة تحصل هذه الحرب المدمرة التي أثرت
وبشكل كبير على الوطن وأيضا على مريض السرطان الذي كان يعاني في ظل الأوضاع الطبيعية الأوضاع العادية، فما بالكم في ظل هذه الأوضاع المدمرة. هكذا حولت الميليشيا هذا الصرح الذي كان يشكل منفذا على الحياة للكثيرين من مرضى السرطان. الغرف والمحتويات تحولت أثرا بعد عين. لم يكن هذا المكان مصنعا للأسلحة، ولا كان كهفا يؤوي شذاذ الآفاق. رفع هذا المركز الخيرون بسواعدهم ونخوتهم، فقد كان عملا جليلا يفاخر الجميع به. غرفة رقود الأطفال تحولت مع ألعابهم إلى ركام. هنا كانوا يضحكون ويلعبون كما كانوا في بيوتهم. الزجاج المتناثر يعرض لنا تراجيدية المكان ووحشية الدمار القادم من كهوف مران، وما تزال الرسومات على الجدران جزءا من حلم أعادته الميليشيا آلاف الخطوات إلى الوراء. لكن في ظل هذه المرحلة المتضررين من المرضى أعتقد بنسبة 70% نسبة التضرر، لأنه اليوم لم يصل إلينا إلا من 40 إلى 50 حالة. هؤلاء من 40 إلى 50 حالة، يعني هناك حوالي 100 مريض لا يستطيعون الوصول إلينا نتاج الحصار، نتاج المعيشة، نتاج الكلفة، نتاج القصف والحرب والمعاناة. يعني أي مريض يأتي لأنه يشعر أنه آلام دفعته للوصول إلينا، وإلا نتاج أحيانا القصف العشوائي، نتاج ظروف الحرب الموجودة على محافظة تعز، المعيشة. يعني هذه إشكاليات كبيرة تعاني منها محافظة تعز. محافظة تعز اليوم تستغيث بكل نواحيها، فما بالك بمريض السرطان الذي يبحث عن الدواء ولا يملك حتى الغذاء. انتقل ما تبقى من المركز إلى مكان صغير ليتابع رسالته ويفتح باب الأمل من جديد لمرضاه، لكن حصار الميليشيا لمدينة تعز زاد من معاناة هذا المركز. ثلاجات حفظ الأدوية شبه خالية، وينقصها الكثير من الأدوية الأساسية التي يحتاجها مرضى السرطان. بعض الأدوية تتوسط المساحات الفارغة ولا تفي بجزء من احتياجات المركز. وكذلك الصيدلية لا تحتوي سوى على النزر البسيط من علاجات السرطان. الآن نعاني برضو من نقص في الأدوية الكيماوية والأدوية الداعمة بالذات. الأدوية الداعمة نعاني من نقص كبير جدا في الأدوية الداعمة، والأدوية الداعمة مهمة جدا في مريض سرطان الدم، لأنه عندما نعطيه القرعة يدخل في نقص مناعة. نقص مناعة ضروري يحتاج إلى مضادات حيوية، إلى مضادات فيروسات، إلى مضادات طفيلي الفطريات. نعاني من عجز كبير حاليا. كذلك لوحظ في الفترة الأخيرة أثناء الحرب انتكاسات الأطفال، حصل لهم انتكاسات المرضى بشكل عام. نتيجة أولا هو علميا يحصل انتكاسة أحيانا من 25 إلى 30% يحصل انتكاسة. لكن إحنا بسبب عدم قدرة الأولياء الأمور أو الأطفال الوصول إلى المركز نتيجة الحرب الدائرة في مدينة تعز، صعوبة المواصلات وصعوبة الدخول الفترة الأخيرة، في صعوبة الدخول إلى مدينة تعز فأصبحوا يتأخروا، خوف الأهالي من الحرب، هذه أدت كلها إلى إيش؟ إلى انتكاسات. كذلك نقص في بعض العلاجات الكيماوية الأساسية، نقص فيها فترة من فترات، نقص عليها فترة طويلة أدى إلى انتكاس. عدم توفر العلاج الأوريجينال، إحنا حبذا لو يكون العلاج أوريجينال اللي هو العلاج الأصلي المصنع من بلاد المنشأ، طريقة نقله وتصنيعه تكون أفضل. الميليشيا اختارت أن تحاصر المدينة وتقطع كل شيء عن أبناء تعز، وتعمل على عرقلة المرضى القادمين من باقي المدن وتمنعهم من الوصول لأخذ علاجاتهم التي تساعدهم على البقاء أحياء. ولا تقتصر مشاكل مركز الأمل على نقص الأدوية والعرقلات فحسب، بل يعاني المركز من ضيق المساحة وقلة التجهيزات الأساسية وتنظيم المراجعين. حاليا ما هو الآن ما نعاني فيه بعد ما نقلنا من المركز الأساسي إلى هنا، نحضر على طاولة على هذه الطاولة وقد نتعرض لأخطار يعني كثيرة مؤثرة علينا وعلى الكادر المجاور لنا، واللي يعني ككادر طبي أو كمرافق أمراض أو كمريض نفسه، يعني بهذه الآلية يعني قد لا نضمن لأنفسنا السلامة ولا نضمن لمريضنا أن يأخذ يعني علاجه بالطريقة الصحيحة.
الانتظار لساعات يزيد من حدة الألم، فالصمت خير معبر عن الحال. المركز القديم لدينا إمكانيات والمركز واسع، نستقبل أكثر من في قسم النساء والأطفال 22 مريض، لأن السعة السريرية 22 سرير، قسم الرجال 11 سرير، لكن هنا في المركز هذا يعني فتحوا لنا احنا هو بعد ما أغلقوا الحوثيين المركز الأول، فالسعة السريرية مرة ضيقة يعني، فأنا بركز الآن على نقطة نحتاج غرفة عناية غرفة عزل، فهنا ما فيش يعني كل المرضى يعني زي ما تقول كل واحد جنب الثاني. الكل هنا يحاول أن يشغل نفسه، فبعضهم يتبادلون الحديث وبعضهم يحاول النوم من شقاء الانتظار. يحاول المرضى نسيان مرضهم، عل في ذلك مؤانسة ومواساة للنفس بعد الجلوس لساعات طويلة في انتظار العلاج. العلاجات يعني بعض الشيء مش متوفر، فيحاول الدكتور انه يوفرها من خارج من داخل علشان تاخذ القرعة، والحمد لله رب العالمين. وفي علاجات يعني احلى من هذا السويسري، النوع السويسري. المشاكل هذه حق الحوثيين، الحصار يحاصروا حنا بالعلاجات. المغذية بدل ما كانت في 100 ريال الان في 600، ب 500 ريال المغذية سبب الحصار. صعوبات بالعلاجات، صعوبات بالقي والراحة والذهاب والاياب، طريق مقطوعة، علاجات غير متوفرة، تمام. يعني كله تعب، تنقلات. اليوم هذه يعني وانا داخل تعز اشيل الولاد على كتفي ساعة، وساعة نتربخ باص شجرة، ساعة باص كذا، يعني الطريق مقطوعة، تمام. داخلة وخارجة كل مرة اولى كان معانا مدخل من جولة القص، كنا ندخل قالوا ملغم، جانا من المدخل هذا اللي ما دي يعني كذا صعوبة المهم كل تخيلين ان عجاوز ركبوهم فوق موتورات ويمشين قدهن باخر عمر، تمام. المهم ما عادش عيشة، ضايق العيشة. يغادر هذا الصبي مع والده بعد ان اضناه الانتظار، وزاد من وجعه الام الجرعة الكيماوية، على تلك الطريق الطويلة التي رسمتها الميليشيا وفرشتها اشواكا أجبرتهم على المسير فوقها، فأضناهم فوق همهم هم الوطن المفجوع، واكتووا بنار لظى الحرب الهمجية، وتبقى تعز كحال باقي المحافظات ثاكلة الكثير من أبنائها، وترى الكثير من أحبائها في قبضة المرض. أتمنى أن الله يشفيني، وأن أكون دائما سعيدة، وأن أرجع لدراستي، وأن أرجع لأصحاباتي كان زمان. وأتمنى من الله أن تعز تتحرر، وأن نكون دائما فرحانين. أن تكون مريضا بالسرطان في ظل ميليشيا تعاقب المريض بالقصف والحصار وتزيد وجعه أوجاعا، هي كارثة سيقف عندها التاريخ ويدون حجم الظلم الذي فرضه الهمجيون على مريض السرطان. ولكن التاريخ سيكتب أيضا بأن هناك من وقف معه وقال له لست وحدك.